زلنا بهذه الأصوات. أنا متأكد بأن حيدر سوف يسمعكم ويدخل إلى هذا المكان، لا يغادركم. آجركم الله أيها الأحبة. آجركم الله أيها الأحبة. على هذه الأجواء فلنستقبل صوتا حسينيا رائعا وخصصا بهذه الأجواء ليترجم لنا ذلك الألم الذي يدور بين الخدمة لافتقاد صديقهم حيدر في هذا العام. أنا وأنتم والخادم الحسين المخلص خضر الرياض يتفضل بذكر محمد وآل محمد. مغيبات
تشوف من عليا عدني مغربات جنهي باليسرى زين او شفت بها الدار.